السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتما؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله موضوع جديد، كما هضرتكم شحال هادي على واحد الموضوع على المساعدة ديال اقليم الباسك. اليوم غنكملكم موضوع، ولكن طبعا النوبة الاولى هضرتكم على الاميرجنسية، يعني المساعدة ديال الاغاثة المستعجلة. اليوم غنهضركم على الريخي، على الرينتا غارانتيزادا لانغريسوس، يعني المدخول المضمون اللي كاين في بايس باسكو. كما كتعرفوا في اقليم الباسك كتسمعوا بزاف مساعده ديال 3 سنين، مساعده ديال 3 سنين، لا مساعده ديال عام، لا سان سيباستيان على عام، لا بيلباو على 3 سنين، فيتوريا على عام. المهم كل واحد كيقول لكم، وما كيفرقوش بين المساعدات. انا قلت لكم كاينين جوج المساعدات اللي هادوم اللي ديما كاين الايمرجنسيا وكاين الريخي. الريخي يعني رينتا غارانتيزا غارانتيزادا دي انغريسوس، يعني هاد المساعده ديال الايمرجنسيا هضرتكم عليها وشرحتكم شرح كامل على الايمرجنسيا، علاش كتعطى على 6 شهور وشنو كيطلبوا فيها واش منهم الانواع ديالها. غتلقاوها في صندوق الوصف وفي اول تعليق غتلقاو الفيديو ديال الايمرجنسيا. الناس اللي احتاجت الفيديو معلومات على الايمرجنسيا من بعد 6 شهور، انا خليت عملتكم فيديو غتجبروه تحت صندوق الوصف والايمرجنسيا، باش لو بغيتو تتاكدوا تعرفوا الفرق بين مساعده ومساعده. اليوم ان شاء الله غنهضروا على الريخي، على الرينتا غارانتيزادا. ثم كتعرفوا بايس باسكو عندهم واحد بالكواغط وواحد بلا كواغط، في حال في حال من ناحيه ديال المساعدات. يعني انت اللي كتكون عايش وعندك شهاده السكنه كتولي واحد محسوب من ديك المدينه او من ديك بويبلو، المهم من ديك المنطقه. الواحد كي كتكون عنده شهاده السكنه كيضرب 6 شهور كيدفع الايمرجنسيا، كيبقى يتخلص الايمرجنسيا، كيتخلص كيبقى ماجي كيتقاتل مع الزمن بالايمرجنسيا حتى كيكمل 3 سنين. كيكمل 3 سنين عاد عنده الحق انه يطلب الريخي، عاد يطلب المساعده الكبيره. وبهاد المساعده الكبيره شكون كيعطيها لك؟ كيعطيها لك الغوبيرنو باسكو. هاد الغوبيرنو باسكو باش يعطيها لك انت خصك عاود تعطي من عندك. باش تعطي من عندك يعني اللي غتجي لبايس باسكو وغتعمل شهادة السكنة وتستقر، نهار كيف تعمل شهادة السكنة خصك تمشي تسجل في مكتب الشغل، مكتب الشغل والبطالة، يعني إينيم، يعني بالباسكو هي لامبيري، المكتب ديال السيرفيسي ديال لامبيري، هذاك هو مكتب الشغل والبطالة. في إسبانيا معروف لامبيري، الإينيم هو صحاب البارو، صحاب أيودا، صحاب كاع إسبانيا، يعني أي كومونيتي كتلقى فيها إينيم، أي بويبلو، على حساب صحاب البارو المساعدات وداك الشيء. ولكن هذاك في اسبانيا كيتعطى للناس اللي عندهم الوراق واللي واقفين للخدمه، ولكن في بايس باسكو كيتحسب للناس اللي عندهم الكواغط والناس اللي ما عندهمش الكواغط، يعني ايغواليداد، يعني كلشي فحال فحال. نهار اللي كتعمل شهاده السكنه في بايس باسكو داك النهار نيت ولا، المهم غتشد السيطة في اللامبيدي وغتمشي تعمل ماتريكولا، غتعمل ماتريكولا يعني غتسجل. باش غتسجل؟ غتسجل بشهادة السكن ديالك والباسابورتي ديالك. ملي كتسجل كيعطيوك واحد الكود دوبلي اوبي مثلا والارقام، وكتبقى تدخل به في باخينا ويب، في لاباج ديال الانترنت، كتدخل كتشوف المعلومات انفورماسيون كامله، الكورسوات اللي كاينين، يعني جميع الحاجات اللي بغيتي كتلقاهم. كتدخل بالمود باس ديالك، بالرقم ديال الباسبور ديالك، وكتشوف شنو عندهم تما. المهم بغيتي تعمل شي تكوين، بغيتي تقرا اللغه، بغيتي اي حاجه، كتواصل معاهم في لامبيدي. هذاك المكتب، هذاك المكتب ديال لامبيدي كيعطيوك واحد الورقه، هذاك الورقه كل 3 شهور خصك تعاود تجي تجدد، يعني كل 3 شهور خصك ترجع تعمل ديماندا الا بغيتي تبقى مسجل معاهم. وهذاك الحاجه اللي غنوصيكم ليها، داك اهم حاجه في اقليم الباسك هي مكتب الشغل، حيتاش انت ما خدامش وما عندكش الوراق وطامع انك تشد ديك المساعده اللي كيهضروا عليها ديال لامبيري ديال 900 الاورو، طامع فيها. مادام انت ضارب الحساب من دابا 3 سنين تقدر تشدها في حاله لا ما لقيتي شي كونطرا وهذه تبقى بها ديباني راسك، خصك تتبع معاهم كلشي بحرف، يعني تتبع معاهم اللي كيعدل معاك. يعني انت جيتي عملتي شهاده السكنه
مشيتي تسجلتي في اللامبيدي عطاو لك 3 شهور خصك تجي ديماند عمل ديماندا. داك 3 شهور خصك تجي تعمل ديماندا تبين باللي راك كاين. هما علاش كيعملوك؟ باش كيعرفوك واش انت حاضر في الباسك. يعني كل 3 شهور كيعاود كيعطيوك في التعاود 3 شهور اخرى. طبعا بزاف كيعملوا الفيتشه الاولى كيعملوها في انترنت استغفر الله. ولكن من بعد كل 3 شهور كيخصك تجي لامبيدي اللي محسوب عليها انت وديماندي. هذه حاجه الاولى باش نوضحكم بزاف الحوايج. انت اللي كتضرب 6 شهور وكتطلب الامرجنسيه في البلديه كيطلبوا لك الورقه ديال لامبيدي دار سيد لامبيدي. يعني ديك الورقه اللي كتجيب من لامبيدي راه ودا ما كانتش عندك راه ما غاتشدش المساعده الاولى ديال الامرجنسيه. المهم ما علينا. كتبقى مع لامبيدي مثلا الا عملتي شي كورسو هيدا كيعملوا لك مثلا الكورسو وعندك بعد مثلا عندك واحد المسافه كديال الطريق على البلاصه اللي كتستاجي فيها كتمشي عند ترابا خادو راسو سياد البلديه وكتعاونك في ديك الكارطه ديال الاوتوبوس يعني كتعمر عليك شهريا. المهم هادشي انا كنهضر على الافا منطقه الافا فيتوريا وبوبلوات ديالها. المهم هاد الريخي هادي ملي كتكمل 3 سنين انت كتسوليسيتا الريخي. باش كتسوليسيتا الريخي كتشوف راسك انك كتخلص الامرجنسيا انت باقا لك الامرجنسيا وانت كتدفع كتدفع الريخي. باش كتدفع كتسوليسيتا الريخي كيطلبوا لك بعض الشروط. يعني ديك الشروط اللي كيطلبوا لك خصك تجي مثلا كيطلبوا لك شهاده عدم الملكيه في البلاد. هاد شهاده عدم الملكيه هي اللي نادى عليها الضجه في اقليم الباسك. يعني الناس شحال هادي ما كانوش كيطلبوها ولكن بقى بزاف ديال التخاويط وهادي وعرفوا الناس باللي كاين الناس كتخلص المساعده وعندها الارزاق في المغرب وهادي. المهم وقع التخاويط وبداو كيطلبوا شهاده عدم الملكيه. وهاد شهاده عدم الملكيه كيطلبوها حتى هي ابوستيه ناضيه خصك تجيبها من المغرب. المهم هادي حاجه واحده. واللي كتسوليسيتا اللي كتطلب الريخي انت كملتي 3 سنين وكتطلب الريخي يعني طلبتيه في شهر واحد وتعطلوا عليك. يعني شهر جوج ثلاثة أربعة خمسة عاد جاوبوك مثلا ولا ستة عاد جاوبوك. هذاك المدة الزمنية اللي كنتي كتستنى راه غيخلصوك فيها كاملة. شحال كتجيني؟ كتجيني مثلا أنا دراسي بوحدي كتجيني 900 حتى 950 يقدر يعطيوك 880 870 المهم ما بين 850 أورو حتى 960 أورو كيشبر الفرد. أنا كنهضر على واحد بوحدو ملي كيكون واحد عاود فاميليار يعني كيوصل حتى 1200 اورو ولا 1300 اورو. انا كنهضركم على هاد المساعده ديال الامرجنسيه ماشي كنشجع الناس اولا هاد الريخي ماشي كنشجع الناس انهم يجيو ياخذوا المساعده. بالعكس انا يعني كنهضر مع الناس اللي شدوا في بيبان شدوا في الطريق ديالهم بيبان. يعني ما لقاو شي طريق اللي غتسلكم ما لقاو خدمه ما لقاو اللي وقف معاهم ما لقاو حتى شي حاجه. هاد الميساج كنوصلوا للناس اللي محتاج الناس اللي الله يحسن عوانهم اللي عندهم ولاداتهم وما عقل عليهم لا حتى واحد لا عائله لا لا ما كاين لا جمعيات لا حتى حاجه. يعني انا هادشي اللي كنصح به. ما كنصحش اي واحد يجي لبايس باسكو عنده الكواط ويجي يجلس ما يتخلصش. بزاف كاينين هنا ديال الناس كيشد المساعده وضاربين 10 سنين 15 سنه ما ضربوا فيها حتى ضربه الخدمه كيقول لك انا كنشد 1200 اورو علاش غنمشي نخدم. يعني ولكن كتلقاه مثلا ما عندوش ما مدخل والو في لا فيدا لابورال ديالو يعني غينعس وما كيكوتيسي والو. هادشي راه يسبب له في مشاكل يعني ملي في الخوبيلاسيون في التقاعد. المهم نكملوا الموضوع ديالنا على الريخي. الريخي ملي كتكمل 3 سنين وانت ما عندكش الوراق عندك وليداتك على حسب عدد العائله. مثلا انت عندك وليدك تقدر يعطيوك ديك 1000 اورو 1100 اورو عندك جوج وليدات تقدر يعطيوك حتى 1200 وهي طالعه على حسب عدد العائله فهمتي. وشحال كتخلص ديك هذاك الشيء كيعملوا له كالكولاتريس باش تكونوا عارفين هذا الشيء. المهم بالنسبه لواحد عنده الكواغط ولا ما عندوش كواغط جيتي لبايس باسكو وانت بلا ورق غادي تضرب 3 سنين من حق تطلب الريخي. هذيك المساعده ديال الريخي هي اللي نايض عليها الضجه اللي كيقول لك 900 اورو. ما يكذب عليكم حتى واحد يقول لكم على عام ولا يقول لكم على 6 شهور ولا شي حاجه. الريخي على 3 سنين سواء في بيلباو سواء في سان سيباستيان سواء في فيتوريا. الريخي كتعطى على 3 سنوات. الامرجنسيه كتعطى على 6 شهور وفي بعض الحالات طارئه كتقدر الواحد يعطيوها له قبل 6 شهور. مثلا شي واحد عنده شي عاهه مستديمه شي اعاقه شي هادوك كتسوليسيطا قبل 6 شهور. المهم خلينا بعاد الى الامرجنسيه. الامرجنسيه كتختلف
الامرجنسيه كتختلف بين بويبلو وبين بويبلو على حسب الجماعه. الجماعه كتلقى الجماعه عندها مداخيل، وهاد الجماعه عندها مثلا بيطاله بزاف. المهم الامرجنسيه كتختلف، المهم هي على 6 شهور، ولكن كتختلف ما بين فيتوريا وسان سيباستيان، ما بين بيلباو وفيتوريا على حسب. المهم انا كنقول لكم في فيتوريا ومنطقه الافا الامرجنسيه كتعطى على 6 شهور. خلينا في الريخي، من بعد واش الى الريخي؟ الريخي انا قال قلتكم كتشد على 3 سنوات، يعني تكون مقيم في اقليم الباسك وتكمل 3 سنين والدفعه اوتوماتيكامين انت كتدخل لها. لا كنت يعني مسجل ودائما اكتواليسي معاهم، اوتوماتيكامين انت كتدخل لها. اللي كتكمل 3 سنين بلا ما كتسوليسيتك كتطلبها في البلاصه كتدوز لك، ولكن طبعا على حساب فوقاش جاوبوك المده الزمنيه اللي كنتي كتسنى غيخلصوك فيها. ومن بعد كتخلصها شهريه. حاجه اخرى، الانسان اللي عنده فوق 5 سنين د لافيدا لابورال، فوق 5 سنين د لاسينيسيس، فوق 5 سنين ديال الضمان الاجتماعي وعايش في اسبانيا، مثلا انا كنت عايش في فالنسيا ولا عايش في مدريد ولا في مالاغا وخدمت وعندي اكثر من 5 سنين وجيت لاقليم الباسك وعندي ديك العام الاول باش نديباني به، راه كيف كتكمل عام من حقك تطلب الريخي باش تكونوا عارفين هذا. من بعد عملكم عليا شي فيديو بوحديته. المهم الواحد كيجي لبايس باسكو ويعمل شهاده السكنه وتسجل في اللامبيدي، يحاول انه يعمل شي كورسو، يحاول انه يمشي للمدرسه، يتسجل في كاريطاس، كورس الروخه، في الجمعيات، يحاول انه يعمل بلاصتو، يعني في اي جمعيه، حيت انت ملي كتمشي تطلب شي مساعده ولا شي حاجه، داكشي كامل كيكون عندهم كونتاكت مع بعضيتهم. مثلا انت اللي كتجي اول نوبه قبل ما تشبر امرجنسيه كتبقى تعاونك كاريطاس وكورس الروخه لمده 6 اشهر. كيف كتم 6 شهور كتقول لك بياناتك مع البلديه، كتكمل البلديه كتدفع الامرجنسيه، كيعاونوك امرجنسيه في نيسيسيدا دي سباسي كاجوال كيلر، يعني كيعاونك ديك 550 600 اورو للفرد. المهم من بعد كتبقى تعاون كديباني ديك المساعده كتكمل 3 سنين، كتكمل 3 سنين كتدفع الريخي، والريخي راكم عارفين انا قلت لكم خصك كل 3 شهور تمشي لعندهم. كنوصي على اي واحد عنده فاير في الديماندا اللي كطيح فاير في الديماندا كطيح باخه في اللامبيدي، كطيح باخه عاود خصك تمشي من جديد. بزاف ديال الناس وقعوا في هذا الفخ، وهذا الفخ هذا الواحد يحدي راسو منه. علاش كاين الناس كيعملوا شهاده السكنه وتسجلوا في اللامبيدي وكيعود في حالهم الميريا ولا كيعود في حالهم مورسيا ولا وكيبقى عاد كيطلع يدفع الامرجنسيه وكيجبر راسو باخه في اللامبيدي. يعني الواحد اللامبيدي خصو يمشي ليها كل 3 شهور، وهذا الميساج اللي غنوصيكم عليه. المهم هذا كان هو الشرح ديال الرينتا غارانتيسادا دي انغريسوس، راه هذه المساعده كيعطيها لكم الكوفيرنو باسكو من بعد 3 سنوات. وكاين بعض المساعدات، كاين بعض مثلا كتسجل في الكرا في الضياف ديال الكوفيرنو باسكو في تشيبيدي، كتسجل مثلا بغيت الدار انا في فيتوريا ولا بغيت الدار في ارابا كنسجل، داكشي على حساب النقاط، داكشي كيطاول على حساب النقاط وعلى حساب عدد العائله. المهم تنبارك لكم عليا شي فيديو. المهم كاين بزاف التصوالح اخوتي، حتى هنا يكون هذا الفيديو كيكون، كنتمنى هذا الفيديو يكون في مستوى. كما كتشوفوا دائما كنزل الفيديو كنهضر ما كنقطعكم بالتقطيعات ما والو. المهم تحيه كاع الناس اللي كتعمل لكم مواضيع، تحيه اخ رامي فلوغ، اخت ليلى بيلبا، المهم كاع الدراري اللي كيعدل لكم مواضيع وكيوصلوا لكم ميساج، كيوصلوا لكم الحقيقه اللي كاينه هنايا. المهم من بعد غنعمل لكم واحد الفيديو غنهضر على هاد الناس هادوما. حاجه ثانيه غنوصيكم عليها هي سان سيباستيان او بيلباو او فيتوريا نفس القانون ديال الريخي، 3 سنين متابعه راك في الباسك، سواء عندك الكواغط سواء ما عندكش الكواغط، كيف تكمل 3 سنين من حقك انك الدفعه. ولكن الواحد اللي عنده فوق 5 سنين لافيدا لابورال وعايش هنايا وكمل عام مثلا وما عندوش انغريسوس ايكونوميكوس يقدر يدفع حتى هو يعطيوها له في عام. هادشي اللي كاين اخوتي، كنتمنى هاد الفيديو تستافدوا منه وتبارطاجيوه مع الناس اللي كيهم الامر، حيت هاد الميساج هذا كنوصلو للناس اللي محتاجه، الناس اللي يكون في عوانه، ماشي اللي عنده وباغي يجي، فهمتي، يضيق على واحد اخر. لكن راه هنايا الخدمه قليله، الخدمه صعيب، يعني الواحد بالكواغط كتلقى ما لقاش خدمه، واحد بلا كواغط كتلقى خدام، يعني والارزاق بما بيد الله. ولكن الواحد يعني انا كنوصل له هذا الميساج اللي محتاج، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. تهلاو فراسكم اخوتي، راه تقريبا 15 دقيقه وانا كنهضر بوحديتي ما سكتش. كنتمنى هذا الفيديو يكون في مستوى ووصلوه للناس اللي محتاجه معلومات بحال هكذا. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.